بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كلمتين في 5 دقائق بالظبط. كل سنه وانتم طيبين. عشان الصيام الكنيسه بتحط لنا منهج نقرا في انجيل بكره يتكلم عن الصدقه وعن الصوم وعن الصلاه. قال الثلاث حاجات دول هم المحور بتاع الصيام الكبير. اللي عاوز يعني يتقدم ويقرب من ربنا يشتغل في الثلاث حاجات دول. فالكنيسة كأنها بتحط قدامنا بروجرام كل سنة، سكول اوف ريبنتنس، مدرسة للتوبة وللتغيير، ومدرسة ان احنا نرجع علاقتنا بربنا وتنمو اكتر واكتر. المدرسة دي مدتها 7 اسابيع كلنا ندخل فيها في بداية الصوم، وفيها بروجرام كلنا نقدم فيه اسمه الرجوع الى حضن الآب. يبقى في مدرسة حطها لنا الكنيسة كل سنة مدتها 7 أسابيع كلنا ندخلها علشان نرجع إلى حضن الآب. وقال في المدرسة دي في قراءات كتيرة خالص، يعني الكنيسة تقرأ almost صفر أشعياء كله، ابتداء من يوم الاثنين لغاية آخر يوم نقرأ أشعياء 66، كميات كبيرة أو من سفر أشعياء، تقرأ من سفر الخروج، تقرأ من سفر التكوين، بتقرأ من أيوب، بتقرأ قراءات حلوة قوي. لو احنا نقدر نفولو القراءات دي اللي بتقولها الكنيسة نتمتع خالص بـ 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 بالصيام الكبير وبكل اللي فيه بالغنى اللي جواه. الرحلة لحضن الآب تبتدي بدعوة تقول انت لو عاوز تصلي اول حاجة ادخل مخدعك. يبقى إذن في وقت الصوم الكبير في حاجة اسمها صلاة المخدع لازم كلنا نجربها. الرحلة بتاع حضن الآب دي تبتدي بصلاة المخدع، تبتدي بالأوضة بتاعتك. يبقى نقطة الانطلاق للرحلة دي هي المخدع. لو ابتدينا الرحلة من أي حتة تانية يبقى احنا رايحين في اتجاه غلط. يبقى نقطة الانطلاق هو المخدع بتاع الواحد. يبقى أول حاجة نعملها عاوز تدخل المخدع بتاعك، وبعدين تاني حاجة اقفل بابك. يعني مش بس الباب اللي الفيزيكال دور طبعا مهم، ولكن حواسك عاوز يقول لي ابعد اي ديستراكشن، لان الشيطان ده البيزنس بتاعه، يعني عنده كل الادوات اللي جارانتيد تخلينا بعيد عن الصلاه. عشان كده خلي بالك واقفل الباب بتاعك. يبقى نقطه الانطلاق هي الاوضه بتاعتك، وبعدين تبتدي الرحله لما تقفل الباب بتاعك. انك اول ما تقفل الباب بتاعك ينفتح لك باب تاني الناحيه التانيه مواجه للسماء. وده كل مسيحي لازم يدخل المدرسة دي يقفل الباب بتاعه، يتفتح له الباب اللي ايه اللي مواجه للسماء. كون السيد المسيح ادى clear instructions عن الصلاة وعن الصوم وعن الصدقة، يبقى اذا الصلاة لازم تمشي according لنظام، مش كده. ما قالش يلا يعني ايه قول اللي انت عاوزه والروح يقودك، ما قالش كده ابدا، انما قال صلوا بنظام. ادخل المخدع بتاعك واقفل بابك. وبعدين النقطه المهمه ان الصلاه هي علاقه شخصيه جدا بينك وبين السيد المسيح وبين الله الاب. يعني كلنا في الكنيسه بنيجي ونصلي صلوات جماعيه، دي اسمها ورشيب بريير، كلنا بنصلي مع بعض. لكن لما تدخل مخدعك انت بتصليش مع حد، انت بتصلي لوحدك، بتصليش مع حد، ولكن ممكن تصلي من أجل كل أحد في الأوضة بتاعتك. علاقة خاصة جدا بينك وبين أبوك السماوي. وعلشان كده تلاقوا أكتر كلمة تتكرر في إنجيل بكرة اتكررت 10 مرات، عارفين هي إيه؟ كلمة أبوك. تلاقوها متكررة 10 مرات بكرة، عدتهم 10 مرات. يا معناها إيه؟ يعني أنت ما بتقدم كل حاجة بتقدمها لابوك السماوي. دي حاجة مريحة جدا، ودي حاجة تفرح. وعشان كده قال لنا خلي بالك بقى الصدقة بتاعتك أو أعمال الرحمة أو الصلاة أو الصوم مهم قوي أنت بتقدمها لمين. لأن الأعمال بتاعتك تتشاف باتنين بس، يا إما تتشاف بالناس يا إما تتشاف بربنا. قال لو اتشافت بالناس انت خدت الاجر بتاعك، عملوا ايه؟ مدحوك، ده اجر تافه قوي، لان هيمدحوك وكمان دقيقتين خلاص ينسوك.
وضيعت أجرك اللي في السماء. إنما لو أبوك اللي بيرى في الخفاء يجازيك إيه؟ بتجازيني على نية إزاي يا رب؟ إمتى هتجازيني؟ قال في اليوم الأخير، قال هقول كنت جعان أكلتوني، كنت مريض زرتوني، كنت محبوس جيتولي وبصيتوا عليا. ده كمان حتى في الأرض هنا أنت ما تعمل رحمة، الطوبة للرحماء لأنهم إيه؟ طب أنا لما أعمل رحمة رحمت، الرحمة بتاعتي قد كده، طب الرحمة اللي هاخدها من ربنا قد إيه؟ لا تقارن. فالشطارة إن الواحد يخلي أعماله دي كلها متقدمة لربنا علشان ياخد الأجر السماوي بتاعه. قال لما تصلي أوضتك هي نقطة الانطلاق، اقفل بابك، دي بداية الرحلة. ابتدي صلي صلاة برايفت لأبوك اللي في السماء. طب أصلي أقول إيه؟ قال لي اوعى تكرر الكلام باطل زي الوثنيين، لأنهم بيفتكروا إنه بكثرة الكلام ربنا يستجيب. أبدا، ربنا مش ضد تكرار الكلام على فكرة، اللي هو نفسه إدانا الصلاة الربانية اللي العالم كله بيرددها يعني كونستنتلي على الـ 24 hours. هتلاقوا الصلاة دي بتتقال في أي حتة في العالم بدون توقف. الصلاة اللي قالها هي اللي قال المسيح 2000 سنة ورا. لكن هو ضد تكرار الكلام باطلا، ودي حاجة مهمة قوي في الصوم الكبير نتعلمها، إن إحنا لما نصلي صلي على مهلك، ركز في الصلاة، خليك معاني الصلاة تنزل إلى قلبك لكي ما تشعر بيها فتأخد كتير من الصلاة. قال كده لا تكرروا الكلام باطلا. الفريسي والعشار، العشار دخل قاعد يقول أشكرك أنا مش زي باقي الناس اللي واللي 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 وأنا بصوم مرتين في الأسبوع، ما كانش بيكذب. ده الفريسي. العشار دخل قال إيه؟ كلمتين ما فيش غيره. قال له إيه؟ خاطي ومحتاج رحمتك، أكتر من دول؟ أرحمني أنا الخاطي. بس قالهم إزاي؟ دخل من بعيد مش قادر يرفع وشه لفوق وقرع صدره، قال له الكلمتين دول ربنا قال هو ده، نزل بيته مبرر دون ذاك. مهم قوي إنك أنت في الصلاة نصلي إزاي؟ يعني أبانا الذي ناخدها كتدريب، أبانا الذي يقول كده إيه؟ إحنا بنكر سواعي ما تأخذنيش، يعني زي ما يكون أكل شيء. أبانا الذي في السماوات، ونسكت دقيقتين ونقول أمين. لكن الصلاة دي فيها كل شيء، لما تقروها الكلمات البسيطة اللي فيها، فيها كل ما يمكن أن يقال في الصلاة بنقوله في الصلاة الصغيرة دي. بس نقولها إزاي؟ آخر حاجة أقولها لكم some helpful points كده تساعدنا في الصلاة. خلي للصلاة مكان مخصص ليك في الصوم الكبير ونبتدي، يعني أوضة مخصوصة للصلاة اللي ظروف بيته تسمح، مكان شي كورنر للصلاة، يكون فيه أيقونة جميلة، يكون فيه صليب، يكون فيه إنجيل، يكون فيه كتاب الصلوات الأجبية بتاعتك. ومن الكورنر ده يبقى مكان الواحد يدخل، ده الريفيوش بتاعه اللي بيدخل فيه ينسى الدنيا، الملجأ بتاع الإنسان، ويبتدي يصلي. فخلي مكان مخصص للصلاة. خلي كمان أيضا صلواتك في ساعات منتظمة، وده مش ضد تعليم الكنيسة، بالعكس ده كان روتد في العهد القديم، ليهم صلوات معينة في الساعة الثالثة والساعة السادسة والساعة التاسعة، واستمر في العهد الجديد. نلاقي في العهد الجديد ان التلاميذ طلعوا يصلوا في وقت الساعة اذن كانت التاسعة، يعني في صلوات كانوا يدخلوا فيها الهيكل يصلوا فيها. فصلي في مكان محدد وصلي بانتظام، لان صلواتك المنتظمة في نفس المكان تقدس المكان، ولما ادخل المكان تقدس بالصلوات لفترات طويلة اوتوماتيك الانسان هيشعر بروح الصلاة، اوتوماتيك الانسان يحب يوقف ويصلي قدام ربنا. فياريت كلنا احنا في صلواتنا صلوات المخدع. صلوات المخدع دي مهمة جدا، وربنا وصى عليها. هقرا لكم حاجة لطيفة ناخدها تدريب لينا في الصوم ده. على فكرة سفر أشعياء من أجمل الأسفار اللي ممكن تتقري في أثناء الصوم، اللي يعني ممكن
يحب يقرأ مع تفسير بسيطة ينبسط بيه. بصوا أقرأ لكم آية أختم بيها الكلمتين البساط دول، يتمشوا مع الإنجيل اللي بيقراه لنا بكرة. دي في أشعياء 26 عدد 20 بيقول إيه؟ هلما يا شعبي أدخل مخادعك، إذا عاوز تصلي خش أوضتك، أدخل مخادعك وإغلق أبوابك خلفك. خش يا شعب المخدع بتاعك ومكان الصلاة وإغلقوا أبوابكم، سواء الحواس أو الأبواب. اختبئ نحو لحيظة حتى يعبر الغضب. تاني، يا شعب تعالوا خشوا المخادع بتاعتكم واغلقوا أبوابكم وراكم. اختبئ لحيظة، انت في مكان ملجأ من الشرور ومن التجارب ومن. اختبئ لحيظة حتى يعبر الغضب، حتى تعبر التجربة، حتى تعبر الضيقة، حتى يعبر أي شيء يعني ممكن يتعبنا. تكون دي الرسالة بتاعتنا اللي في الصوم الكبير. بس حبيت أقول لكم الكلمتين الصغيرين دول. واحد، بنقدم صلواتنا وأصوامنا وعبادتنا للآب مش للناس. اتنين، نصلي إزاي واتكلم عليها السيد المسيح. نقطة الانطلاق هي الأوضة، المخدع بتاعك. الرحلة تبتدي ما تغلق بابك بيتفتح لك باب آخر في السماء. وبعدين هي علاقة خاصة وشخصية جدا، لأن كلمة أبوك الذي يرى في الخفاء يجازيك علانية. ربنا يدينا، وإحنا طول الصوم الكنيسة تقعد تقول لنا إيه؟ الصوم والصلاة هما اللذان. يعني عاوزة تقول إن الاثنين دول هما اللي أنت تنتصر بيهم على أي ضعف في حياتك. ربنا مديك فرصة. إنسان عنده غضب، عنده شهوة، عنده whatever، كلنا فينا ضعفات. السكة إنك تنتصر بالصوم والصلاة. أهو الكنيسة محضرة لك البروجرام الحلو ده اللي ندخل فيه ونكمل إيه مدة السبع أسابيع. ربنا يدينا كلنا، وصوم مقدس مبارك مليان بالبركات والغنى اللي من أبونا السماوي. إلهنا المجد دائما أبدا آمين. تفضلوا نصلي مع بعض صلاة.